اكيد عدى عليك ولا مره واحده في حياتك كنت قاعد بتتكلم مع حد من صحابك في اي موضوع، سواء بقى كان اكل، كان لبس، كان سفر، كانت عربيه، كانت طياره، كان اي حاجه من الحاجات دي، وفجاه بعد ما خلصت كلام مسكت موبايلك وابتديت انك تفتح الفيسبوك، بصيت لقيت التايم لاين وكل الاعلانات وكل البوستات اللي جالك بخصوص الحاجه اللي كنت بتتكلموا عليها من شويه. طب هو ازاي الفيسبوك كده عارف احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ وازاي قدر ان هو يقرا افكارنا كده ويعرف احنا بنتكلم في ايه اصلا؟ ولحق بالسرعه دي ان هو يترجم الكلام اللي احنا قلناه ويجيب لنا اعلانات ويجيب لنا كل البوستات بخصوص الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه؟ طب الكلام ده اصلا بيحصل ازاي؟ وازاي بيقدر يعرف احنا بنفكر في ايه واحتياجاتنا ايه؟ زمان كان الصحراء عندهم قدره على قراءه الافكار ويقدروا ان هم يقروا افكار اللي قدامهم، وان كان الموضوع هو خفه يد بس مش اكتر، ولكن كانوا بطريقه ما بيقدروا يعرفوا اللي قدامهم ده بيفكر في ايه او هو ناوي يعمل ايه او احتياجاته ايه. لكن الموضوع دلوقتي مبقاش محتاج لصحراء ولا اي حاجه، ابلكيشن بسيط مجرد تطبيق بس هينزل على موبايلك يقدر يقرا كل افكارك، يعرف احتياجاتك، يعرف انت بتحب ايه، بتكره ايه، مهتم بايه، مش مهتم بايه، ويقدر يعرف عنك كل حاجه، ومجرد بس ما تفكر في الحاجه تبص تلاقيها ظهرت قدامك على طول. فاهلا بك في الرحله، انا محمد سعد. لو اول مره تتابعني اعمل لايك وفولو واشتراك تحت في القناه عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده. لو فرضنا ان انت قاعد مع 2 3 اصحابك وقاعدين بتفكروا انكم هتتغدوا ايه، داخلين بتتكلموا مع بعض في الشات، فانت قلت والله يا جماعه عايزين نخرج نتغدى مع بعض النهارده، فواحد قال لك تمام يلا احنا عايزين ناكل، فالتالت رد وقال لك ايه رايكم يلا نطلع ناكل مثلا فراخ، فالتاني قال لك لا يا عم فراخ لا بلاش فراخ، فواحد تاني قال لك يا جماعه خلاص تعالوا يلا ننزل ناكل كريب، فواحد قال لك لا يا عم كريب ايه مش هناكل كريب، فانت قلت والله يا جماعه طب ايه رايكم ننزل ناكل بيتزا، فالتاني قال لك تمام يلا ناكل بيتزا، والتالت قال لك تمام يلا ناكل بيتزا، خلاص يا جماعه احنا اتفقنا ان احنا ناكل بيتزا دلوقتي. طب انت هتاكل بيتزا بطعم ايه وانت بطعم ايه، وابتدينا نتكلم اكتر في موضوع البيتزا، وخلاص اتفقتوا انكم خارجين خلاص علشان تاكلوا البيتزا، ومسكت الموبايل بتاعك بقى وعينك بتشوف الا النور، وخد عندك بقى الحق عرض التوفير معرفش من مين، الحق مطعم الحاج عبده بيتزا بتنسى عليكم وعرض الاثنين عليهم واحده هديه ومعرفش ايه، ومليون عرض ومليون مطعم نازل لك في الاعلانات اللي جت قدامك. احنا لسه يا جماعه كنا بنتكلم في البيتزا ما كملناش حاجه، تعرفته من ايه؟ انت اللي قلت له بنفسك ان انت عايز تاكل بيتزا، طب هو عارف من ايه؟ لو بص على الشات لقى ان كلمه فراخ لما اتطرحت في الاول اتكررت مره واتنين، وبعد كده محدش اتكلم عنها لان الفكره اتلغت، بعد كده لما اتكلمنا على فكره الكريب، واحد قال اه والتاني قال لا فاتكنسلت الفكره، فكررت الفراخ مرتين والكريب مرتين، لما جت بقى موضوع البيتزا وابتدينا نتكلم عن البيتزا، لا ده اتكررت مره واتنين وتلاته واربعه واتكررت كتير في الشات، فخلاص فهم ان الكلمه دي اتكررت كتير، فاذا انكم مجمعين على انكم هتاكلوا الاكله دي، وبناء عليه ابتدت الخوارزميات انها تطرح لك الاعلانات الخاصه بمطاعم البيتزا والعروض بتاعتها والكلام ده كله، واشهر الاماكن بقى عشان تاكل فيها بيتزا والقصه دي كلها. وبصراحه بقى الفيسبوك متميز قوي في الحته دي، الخوارزميات والالغوريتمات بتاعت الفيسبوك بتقدر تحلل البيانات والمعلومات والكلمات اللي موجوده سواء في شات او في بوست او في كومنت او في اي حاجه، ويقدر يحللها ويصدرها لنتائج البحث الخاصه بالاعلانات والكلام ده. والهدف بقى من الموضوع ده كله ان هو يظهر الاعلانات للناس اللي فعلا محتاجه المنتج ده. وخلينا اشرح لك ازاي. في علم الماركتينج في حاجه اسمها تارجت بيرسونا، او مصطلح اسمه تارجت بيرسونا، والتارجت بيرسونا دي معناها ان انا بتارجت الشخص اللي انا عايز اعرض له المنتج بتاعي. بمعنى مثلا خلينا ادي لك مثال، لو انا دلوقتي راجل عندي مصنع وليكن احذيه، انا عندي مصنع بيبيع احذيه وليكن احذيه رياضيه اللي هي الاسترزات بقى وحاجات الجري والكلام ده كله. طيب انا دلوقتي لو انا عايز ابيع استرز كوره دلوقتي، انا راجل عندي المصنع وعندي المنتج وعايز اعمل اعلان، فالاعلان ده هعرضه لكل الناس؟ اكيد لا، لازم اتارجت الناس اللي هتشتري مني الحاجه دي. يعني مثلا مين الناس المهتمه بالمجال بتاعي؟ يعني مين الناس اللي هتقدر تشتري مني ستارز الكوره ده؟ هل لما اجي اعمل الاعلان ويكون قدامي فئه الولاد وفئه البنات، هل اعرضه على فئه البنات؟ اكيد لا، البنات مش مهتمين بحاجات الكوره والكلام ده، ما اعتقدش ان في بنت هتشتري ستارز تلعب بيه كوره، فخلاص هنلغي فئه البنات، يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في فئه الولاد او الذكور. طب انا بقى هعرضه لكل الذكور؟ لكل الناس بقى الصغيرين والناس اللي فوق ال 60 سنه؟ اكيد لا، انا هتارجت الفئه العمريه من الشباب اللي تقدر تستخدم ستارز الكوره ده، يعني مثلا هقول السن من 10 سنين لحد مثلا 40 سنه، او السن ده اللي ممكن يشتري مني الستارز بتاعي. فالاعلان لما يجي يظهر مش هيظهر لواحد فوق ال 60 سنه، ولا هيظهر لبنت، ولا هيظهر لطفل صغير، هيظهر في الفئه العمريه اللي انا حددتها. والحركه اللي انا عملتها دي بقى اسمها تارجت بيرسونا، ان انا بقدر احجم او تارجت الحاجه دي للشخص نفسه اللي عايز يشتري الحاجه، وهو ده الغرض من لوغاريتمات الفيسبوك، عشان تفهم انت احتياجاتك ايه، وبناء عليه بتقدر تجيب الاعلانات بتاعت المعلنين دي وتوجهها للناس الصح اللي فيهم الاحتياج للحاجه دي. طب نسيبنا بقى من موضوع التارجت بيرسونا ده ونرجع لموضوع الفيسبوك تاني. طيب انا دلوقتي الفيسبوك عارف من الشات، طب انا اقول لك على حاجه، انا مش هتكلم مع صاحبي في الشات، جميل، وانا هقعد لوحدي كده وما اعملش اي حاجه، وانا برضو بقعد لوحدي وبفكر في حاجه ابص الاقيها ظهرت من غير ما اتكلم في شات ولا اتكلم مع اي حد من صحابي،
طب هو بيعرف منين؟ انت برضه اللي بتقوله. ايوه انت اللي ما بتسترش وبتقول له على كل حاجه. انت دلوقتي لما تفتح الفيسبوك وتقلب في التايم لاين بتاعك او الصفحه الرئيسيه بتاعتك بتاعت الفيسبوك، بيجي قدامك مليون بوست ومليون فيديو ومليون ريل ومليون حاجه بتظهر قدامك، صح كده؟ طيب انت لما تيجي تقلب كده بتلاقي فيديو مثلا بيتكلم عن تحليل ماتش كوره، فاتفرجت على الفيديو ده عجبك، رحت الله عامل ايه، عامل لايك وعامل لاف وعامل رياكت وكل حاجه حلوه. طيب وانت بتقلب كده لقيت فيديو مثلا بيتكلم عن مهرجانات السينمائية او فيديو تاني انت مش عايز تتفرج عليه، فبتقوم عامل عليه ايه، او ضبني او بتعمل انجري عليه. فدلوقتي الفيسبوك فاهم ان الفيديوهات اللي انت بتعمل لها لايك او بترياكت عليها برياكت بوزيتيف او حاجات ايجابية، بتعمل لها لاف وتعمل لها شير والحاجات دي، يبقى انت مهتم بالمجال ده او حابب النوع ده من المحتوى ودي اهتماماتك، فعشان كده بيرجح لك الحاجات دي اكتر. انما بقى الحاجات التانية اللي انت بتعمل عليها انجري او ساد او الحاجات اللي انت مش عايز تتفرج عليها او بتعديها، الحاجات دي هي اصلا ما بتظهرلكش تاني، كانه خلاص بيبقى فاهم ان انت الحاجه دي بره اهتماماتك. يعني مثلا واحد قعد طول النهار بيتفرج على الفود بلوجرز وقعد متابع كرش كيبرز وما شاء الله مش مفوت ولا اكله فيهم، طبيعي الاعلانات اللي هتجيله كلها اعلانات اكل، لان الفيسبوك ترجم خلاص ان الوقت اللي بيفضل يشاهد فيه المحتويات دي هو خلاص بيحب الحاجه دي، فهيجيب له اعلانات مرتبطه بالحاجه دي. واحد تاني قاعد بيتابع ماتشات الكوره ومباريات والتحليل وكلام من ده، كل الاعلانات وكل الحاجات اللي هتجيله في المجال اللي هو بيتابعه. البنات طبعا قاعدين بيتابعوا الحاجات بتاعت الفساتين واللبس والكلام من ده، فهتلاقي كل الاعلانات اللي بتظهر للبنات الحاجات الخاصه بيهم وحاجات الميك اب والكلام ده كله، لان اوتوماتيك خوارزميات الفيسبوك بتشوف ان انت قاعد طول الوقت بتتابع الحاجات دي وبترياكت عليها رياكت بوزيتيف، فخلاص الحاجه دي من اهتماماتك. الحاجات اللي بتعمل لها رياكت نيجاتيف فدي بره اهتماماتك فمش هيعرضها لك. طب انا بقى مش هكلم اي حد من صحابي ومش هعمل رياكت على اي بوست، انا هفتح بس الفيسبوك كده واقلب فيه بس، اتفرج بس كده، شوف بقى الفيسبوك ده هيعرف ازاي. اقول لك على حاجه، هيعرف برضه، وتعالى اقول لك هيعرف ازاي. دلوقتي وانت بتقلب كده، انت لما جه قدامك مثلا بوست كلام مكتوب مثلا عن حاجه معينه، جميل، فانت الموضوع اللي بيتكلم فيه البوست ده انت عجبك الموضوع ده، ففتحت البوست وقعدت تقرا الكلام ده كله، فقضيت وقت طويل عن المعتاد بتتفرج على النوع ده من المحتوى. او لو فيديو، انت قعدت فيديو فالفيديو ده انت قعدت اتفرجت على الفيديو ده للاخر، فخلاص الفيسبوك فهم ان اللوغاريتمات فهمت ان انت محتوى او النوع ده من المحتوى بتاع البوست او الفيديو او الريل او اي حاجه من الحاجه دي، من غير ما تعمل اي رياكت ولا اي كومنت ولا اي حاجه، هو خلاص انت قعدت مده مشاهده معينه بتتفرج على الحاجه دي، فهو فهم ان المحتوى ده اللي انت بتحبه. انما لو حاجه ثانيه انت ما بتحبهاش، اول ما تظهر قدامك تقوم قلب على طول كده، مش هتقضي عليها وقت، فهو بيترجم لوحده من غير ما تعمل اي رياكت من غير اي حاجه، فانت كده كده متجاب وهو فاهم انت بتعمل ايه. يا دي النيله. طب اقول لك على حاجه يا عم، عشان بس اريحك مني، انا دلوقتي لا هتكلم مع حد في شات ولا هعمل رياكت ولا هفتح الفيسبوك ولا هعمل حاجه خالص، انا بس التليفون محطوط في جيبي ومش هعمل اي حاجه خالص، هسيبه يومين ثلاثه. بس انا برضه لما بعمل كده وباجي افتح الفيسبوك بعد يومين ثلاثه، بص انا امبارح كنت بتكلم مع حد في حاجه، بص لها ظهرت لي برضه، هو برضه عرف منين مع ان انا ما كنتش فاتحه اصلا؟ هقول لك، انت برضه اللي قلت له تاني. انت برضه اللي قلت له. هقول لك ازاي. انت دلوقتي لما انت كنت قاعد مع واحد صاحبك ده، وانت ناسي طبعا ان التليفون بتاعك ده فيه مايك، طبعا فيه مايك، وانت مديله الصلاحيه ان هو يوصل للمايك بتاعك، صح ولا لا؟ انت اديته الصلاحيه بس انت ما خدتش بالك. هقول لك بعدين انت اديتها له امتى وازاي. انت دلوقتي هو خد الصلاحيه ان هو يفتح المايك بتاعك، فهو قاعد دلوقتي بيسمعك. طب هو يعني هيفهم كل الكلام اللي احنا قلناه؟ هو مش هيفهم كل الكلام اللي انت قلته، هو مش مسجل لك، بس بيقدر يترجم الحاجات اللي انت قلتها، ياخد حاجه اسمها كي ووردز او كلمات مفتاحيه. بمعنى مثلا انت قاعد انت واحد صاحبك، والله يا عم انا زهقان، ما تيجي نسافر، كلمه نسافر. طب يا عم والله الواحد محتاج يغير جو، يبقى نغير جو. طب ايه رايك مثلا نروح شرم؟ شرم. طيب ايه رايك؟ لا يا عم شرم لا، ما تخلينا نروح الغردقه. الغردقه. طب ايه هنروح ازاي؟ جو باص بقى ولا بلو باص ولا طيران ولا مواصلات ولا هناخدها مشي ولا ايه؟ مواصلات. فابتدي ان هو يركز الفيسبوك بيلقط الكلمات المفتاحيه، فشاف انك بتتكلموا على سفر وعلى مكان مثلا لمناطق سياحيه وبتتكلموا على وسيله مواصلات، فترجم اوتوماتيك كده من الخوارزميات حللت البيانات بتاعت الحاجه دي، فهمت انكم بتتكلموا على سفر، يعني انتوا عايزين تروحوا تغيروا جو، تتكلموش على اكل ولا على حاجه. فخلاص هتلاقي اوتوماتيك كل الاعلانات اللي ظاهره لك اعلانات شركات السياحه بقى، والحق خصم شرم مش عارف اسبوع ب 500 جنيه ورحلات الشباب والرياضه تظهر لك هنا وده يظهر لك هنا وكل حاجه جت قدامك. فاوتوماتيك هو قدر يحلل ويفهم الكلام من خلال الكلمات المفتاحيه، بياخد كلمات كده من كل جمله انت بتقولها او الكلمات اللي بتتردد كتير بينك وبين الناس اللي انت بتتكلم معاها، ابتدي ان هو يجمعهم ويلنكهم مع بعض علشان يكون السياق العام للكلام او يفهم الموضوع بيدور على ايه. يا دي النيله، احنا كده كده متجابين. طب هقول لك بقى على حاجه بقى عشان نريح نفسنا من القصه دي. انا لا هتكلم مع حد ولا هفتح الشات بتاع اتكلم مع حد
ولا هتكلم مع حد والتليفون في جيبي، وهلغي صلاحية المايك دي خالص، ولا هعمل رياكت على بوست، ولا هفضل فترة مطول على بوست بقراه ولا أي حاجة. أقول لك على حاجة، أنا هقفل الفيسبوك، يعني أنا مش هفتح الفيسبوك ده أصلا، يعني هسيبه كده أبلكيشن موجود عندي وأنا مش هفتحه أصلا. وريني بقى أنت هيعرف إزاي. أقول لك على حاجة، لا 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 صدقني هيعرف برضه. طب إزاي؟ ده أنا قافل كل حاجة، ده أنا ما بفتحوش أصلا. أقول لك هيعرف إزاي، هو أنت ناسي إن موبايلك ده فيه جي بي إس؟ أيوه، يعني إيه جي بي إس؟ هيعمل إيه؟ ده اقول لك يعمل كتير. الجي بي اس اللي موجود في تليفونك ده بيقدر يحدد موقعك، صح ولا لا؟ تمام. طيب الخوارزميات دي دورها قاعده انها تحلل الموقع بتاعك ده. ايوه، يعني ايه بتحلل الموقع بتاعك؟ يعني هقول لك، انت دلوقتي الموبايل بتاعك في جيبك، حلو كده، متصل بالانترنت وكل حاجه والدنيا تمام، وانت مش فاتح فيسبوك ولا اي حاجه، والجي بي اس بتاعك موجود، وانت مديله الصلاحيه لاستخدام الجي بي اس، برضه انت اللي مديله الصلاحيه، خلي بالك. طيب تمام، الخوارزميات دي بتبص تلاقي مثلا ان موبايلك موجود في مكان معين من الساعه 10 بالليل لحد الساعه 8 الصبح كل يوم، يعني كل يوم بالليل الجي بي اس مدي موقع معين ثابت، اوتوماتيك هيفهم ايه؟ ان الموقع ده هو بيتك، يعني هو كده عارف ان انت موجود في البيت كل يوم بالليل، وعارف مكان البيت بتاعك من خلال الجي بي اس الموجود. طيب جينا الصبح، كل يوم من 8 الصبح ل 5 المغرب الجي بي اس بتاعك بيتحرك، يروح يفضل في مكان واحد طول اليوم من 8 الصبح ل 5 المغرب. طب ايه ده؟ اوتوماتيك هيفهم ايه؟ ان ده مكان شغلك، يبقى هو كده عارف ان مكان بيتك فين، وعارف ان مكان شغلك فين. طيب انت قاعد بعد الشغل مثلا، متعود انك بتروح ساعه او ساعتين في مكان معين كده بتقعد فيه، سواء بقى كانت قهوه، كانت مطعم، كان اي حاجه، بتروح المكان ده مرتين ثلاثه في الاسبوع، او بتروحه 5 6 مرات في الشهر، المهم بتتردد على المكان ده. هو ما بيترجمش المكان ده في يوم ولا اثنين ولا اسبوع، ده هو بياخد على مدار فتره كبيره، وليكن مثلا شهر، انت بقالك شهر كده رحت المكان ده 5 6 مرات، فهو بيترجم اللوكيشن اللي تروح 5 6 مرات ده ايه؟ فيبص مثلا لان اللوكيشن ده بيتكلم عن مطعم سمك، فخلاص ففهم كده ان انت بتبقى موجود ساعتين ثلاثه كده كل اسبوع يوم جمعه ولا حاجه في مطعم سمك، فخلاص هو عارف انك بتحب السمك. انت دلوقتي لو اتكلمت مع حد في سمك، انت بتروح تاكل لوحدك، انت لو اتكلمت مع حد في سمك، ولا انت بعت لحد في الشات، ولا انت عملت اي حاجه، ولا شفت بوستات عن السمك، ولا فود بلوجرز، ولا اي حاجه، انت راجل بتروح تاكل لوحدك، هو عارف منين بقى انك بتحب السمك؟ من خلال الجي بي اس ده، ترجم على مدار فترة معينة الخوارزميات أو تحركاتك من خلال الجي بي اس. فأنت كده كده متجاوب يا صاحبي مهما حاولت، بس خليني أقول لك إن التطبيقات دي عندها قدرة إنها تحلل البيانات بشكل أكبر عشان تسهل عليك حياتك وتسهل على المعلن نفسه حياته. والموضوع مش مؤامرة ولا أي حاجة من الكلام اللي بيتقال ده، ده الموضوع كله مجرد تجارة ربحية بحتة. ناس بتعمل إعلانات على منصة زي الفيسبوك، الفيسبوك دوره إن هو حلل بيانات المستخدمين علشان ياخد الإعلانات بتاعت الناس دي يوجهها للناس الصح زي ما إحنا قلنا. بس هو ده الموضوع ده لحد دلوقتي، الله اعلم قدام ممكن يبقى فيه ايه. والموضوع ده مش سر يعني، ولا معمول من ورا ظهرك ولا اي حاجه، ده بالعكس، ده الموضوع ده انت اللي مد الاذن فيه لكل حاجه. اول ما سطبت بابلكيشن الفيسبوك عندك على التليفون وجيت فتحته، اول حاجه قال لك ايه؟ ادينا يا باشا سامحيه للمايك بتاعك. قلت له يا باشا اتفضل. طب سامحيه للكاميرا. قلت له اتفضل. طب سامحيه لجهاز الاتصال. اتفضل. طب سامحيه للموقع والجي بي اس. اتفضل. اديت صلاحيات لكل حاجه. انت طبعا مش واخد بالك بالكلام ده كله، انت يس 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 موافق، نيكست نيكست نيكست، يلا عشان تفتح الايه، تفتح الابلكيشن ولا شغل بالك. والكلام ده مش على الفيسبوك بس، ده على اي برنامج من البرامج اللي انت بتستخدمها، بيطلب منك صلاحيات لحاجات كتيره جدا وانت بتوافق وانت مش واخد بالك. لو دخلت دلوقتي على صفحتك على الفيسبوك ودخلت على الاعدادات وبصيت على صفحه الاعلانات، هتلاقي كل شروط الاعلانات اللي احنا قلناها دي موجوده، وسياسه الاعلانات اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها موجوده على صفحتك، وتقدر تراجعها وتعرف الموضوع ده كله. تقدر طبعا تلغي الاذونات وتلغي كل الكلام ده عشان ايه، ما يتصنتش عليك ولا الكلام ده لو انت من الناس المواسوسه شويه. لكن الفيسبوك بيرجع ويأكد تاني ان مش كل المعلومات بيقدر يشيرها او بيقدر ينشرها، في معلومات ما بيقدرش ينشرها غير بمعلوماتك انت فقط، زي مثلا العمر مثلا، اللي هو السن، الجنس بتاعك، رقم تليفونك، الاجهزه المتصله بالحساب بتاعك، كل المعلومات دي ما يقدرش ينشرها او يبعتها لاي حد غير لما انت تدي له الموافقه والاذن ليها بس. يعني الموضوع في الاول وفي الاخر هو تجاره ربح تسويق، مش اكتر ولا اقل. طب في الاخر بقى، الموضوع ده كده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ يعني الموضوع ده مفيد ولا مضر؟ والله لحد دلوقتي هو مفيد. اه مفيد طبعا. هتقول لي مفيد في ايه؟ هقول لك الموضوع ده مفيد في ان انا دلوقتي كل الناس بتستخدم الجي بي اس، من خلال الذكاء الاصطناعي والاقمار الصناعيه باستخدام الجي بي اس ده بنقدر نعرف من خلال الماب او الخرائط بتاعت جوجل، بقدر اعرف الاماكن اللي فيها زحمه فين والشوارع اللي فاضيه فين، عشان كل الناس بتستخدم الجي بي اس والناس كلها موجوده في مكان واحد، في الجي بي اس بيقول لي لا ده الطريق ده زحمه، لا لا ده روح الطريق ده تاني ده سالك. فدي بالنسبه لي مفيده. حاجه تانية ان انا من خلاله بقدر اعرف مواعيد المطاعم، مواعيد المولات، حاله الطقس، وحاجات كتيره بتقدر تعرفها من خلال المشاركه بالحاجات دي. ده غير ان هو بيسهل لي حاجات كتيره وبيوفر عليا عمليات بحث. انا دلوقتي بفكر في حاجه معينه عايز اجيبها، او بتكلم انا واحد صاحبي في حاجه،
الحاجه دي بدل ما انا اتعب نفسي بقى وافضل اخش وادور عليها اوتوماتيك بلاقي قدامي بدل العرض 2 و3 و4 و5 كمان مصلحتي انا ومحدش بيجبرني ان انا اشتري، بس هي الحاجه بتظهر قدامك والعروض بتظهر قدامك وفي مصلحه المعلنين نفسهم اصحاب الشركات الناس اللي هي بتتاجر اصلا في مصلحتهم الكلام ده، لان هم بيقدروا يوصلوا للاشخاص فعلا اللي هم محتاجين الحاجه اللي هم منتجوها. فلحد دلوقتي كل المعلومات اللي بياخدها الفيسبوك مننا وكل التطبيقات التانيه دي بياخدها باذننا احنا، محدش مجبر ان هم يديهم معلومات ولا حاجه، وكلها بتستخدم في غرض التجاره والربح لحد دلوقتي، الله اعلم قدام ايه اللي ممكن يحصل. وبس كده، اتمنى تكون استفدت من فيديو النهارده على بسيطه قد كده. لايك وشير واشتراك تحت في القناه عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده، واللي رايك تحت في الكومنتات، وشرفنا طبعا ان نعرف رايك تحت في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.